مساء الخير. هنا في مساء القاهرة بحت أصواتنا من المناداة على أعضاء مجلس النواب. قلنا أمس وأول أمس: يا أعضاء مجلس النواب، أنتم من وثق فيكم الشعب وأعطاكم صوته ومنحكم ثقته. عليكم أن تدركوا أن مصر في ظروف استثنائية، وإنكار الذات والعمل من أجل مصر يعد مطلبا وطنيا. وصحنا أيضا: يا أعضاء مجلس النواب، التزموا بالدستور والقانون وتناسوا خلافاتكم الشخصية، لأن عيون المصريين تتجه إليكم وقلوبهم تتعلق بتشريعاتكم. ربما ينصلح الحال، لكن لا جدوى من صياحنا ولا فائدة من توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لممثلي الشعب عندما ألقى خطابه منذ عدة أيام تحت قبة البرلمان. اشتباكات لفظية وخلافات شخصية وتهديدات طالت الصحفيين والإعلاميين، وتطاول على رئيس المجلس ورفع جلسات، والنتيجة حالة مخاض لم تسفر حتى الآن عن ولادة طبيعية للائحة مختلف عليها. والنتيجة أيضا ذلك النعي: إنا لله وإنا إليه راجعون. طوال 25 سنة مضت لم نرى في البرلمان ما رأيناه في 44 يوما هو عمر البرلمان. هذا هو الأستاذ أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، ينعي البرلمان بعد أن ضاق صدره بما رآه. برلمان طالما انتظرناه ينشر نعيه أحد أعضائه المستقلين. مساء القاهرة، أهلا بكم.